أثير الجدل بين القائمين على محمية ضانة طبيعية جنوبي الأردن وبين الحكومة التي تعمل على اقتطاع أجزاء من المحمية للبحث والتنقيب عن خامات النحاس، وتشير دراسات إلى توفر ملايين الأطنان من النحاس في المحمية، لكن القائمين عليها يخشون أن يؤثر استغلال خامات النحاس على تصنيف المحمية الدولي. مراسلنا في الأردن نايف المشاقبة يسلط الضوء على محمية ضانة. ضانة كبرى المحميات الطبيعية في الأردن، تقع جنوبي المملكة وتمتاز بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة، جبال وعرة وشاهقة، منعرجات صعبة المسالك والدروب، وصحراء ذات كثبان رملية فريدة. تطل المحمية على ما يعرف بحفرة انهدام البحر الميت الأخفض على سطح الأرض، وتلك ميزة بيئية لا تتوفر في أي محمية أخرى. تشتهر المحمية بتنوعها الحيوي والنباتي، كما أدرجت المحمية ضمن محميات التنوع البيئي الحيوي التابعة لليونسكو. صنفت كمحميات محيط حيوي بال98، وهي أنه لازم يتوفر فيها ثلاث وظائف، يكون فيها برامج حماية ودراسات وأبحاث جنبا إلى جنب مع تنمية المجتمع المحلي. بنحكي عن ضانة، بنحكي عن أكثر من 900 نوع نبات تسجل بالمحمية، بنحكي عن 215 نوع من الطيور، بنحكي عن 38 نوع من الثدييات، وكلهم هذول مربوطين ببعضهم. انتقلت محمية ضانة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، والآن كمان محمية ضانة على القائمة النهائية لمحميات ليست، اللي هي المحميات القائمة الخضراء. هذه كلها تصنيفات عالمية ودولية. لم تتخلى المحمية عن مجتمعها المحلي، ففتحت لهم أبواب الإنتاج والعمل وكسب الرزق، مجتمع يعتمد أصلاً على حركة السياحة. عائلة أم خالد من مجتمع ضانة المحلي تقوم بتحضير خبز شراك، وهذا أيضاً مشغل لإنتاج أنواع من المأكولات الشعبية والطبيعية في المحمية، وهي مواد غذائية تباع للفنادق والنزل والمطاعم في المحمية. التجربة الريفية نعلم كيف السياح بخبزه بعجنه بحلبه بحرثه، فاستلذ يعني كيفوا عليها التجربة الريفية، اللي هم الأجانب يطلعوا من عندنا مبسوطين وبروحوا عبلتهم مبسوطين وبردوا يودونا مجموعات ثانية. صار عندنا هيك دخل مادي، صرنا نعتمد على أنفسنا ونوفر يعني الدخل المادي لنا ولأهلنا، وتحسنت أوضاعنا المادية يعني. وكما أن سطح المحمية يمتاز بثرواته الطبيعية النباتية والحيوانية، فإن باطنها أيضاً غني بخامات معدنية تشجع على الاستغلال التجاري. تشير تقديرات الخبراء إلى أن أرض محمية ضانة تحوي كميات هائلة من خام النحاس، وتعمل الحكومة على اقتطاع أجزاء من المحمية للبدء باستكشافها واستخراج النحاس، وهو ما تعارض المحمية القيام به. ووفقا لتقديرات حكومية أولية، يقدر الاحتياط من خامات النحاس بملايين الأطنان، وهو ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة لوضع حدود معينة لمناطق سيتم اقتطاعها من المحمية، لإجراء مزيد من دراسات الجدوى الاقتصادية استعدادا للتنقيب عن النحاس. يعني بما مجمله 45 مليون طن. فهلأ لو فرضنا أنه 10 آلاف دولار الطن من فلز النحاس، فرح يكون تقريبا حوالي 10 وما يزيد شوي 10 مليار دولار مردوده. لكن إدارة المحمية لها رأي آخر، فهي تعارض أي استغلال لخامات النحاس هنا، وتقول إن عمليات التنقيب السابقة أثبتت عدم جدواها. ويرى القائمون على المحمية أن اقتطاع أجزاء منها ربما يضر ببقيتها، ويطالبون بضرورة وجود دراسات علمية عن كميات النحاس المتوقع وجودها.
احنا كجمعيه ملكيه لحمايه الطبيعه مع انه يكون في دراسه جدوى اقتصاديه لكميات النحاس اللي موجوده في المحميه. لن تكون الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه عثره في وجه اقتصاد للبلد، ولكن ضمن دراسات علميه حقيقيه. تعي الحكومه اهميه ضانة كمحميه تنوع حيوي على مستوى العالم، ويؤكد المسؤولون أنهم سيقتطعون ما مساحته 78 كيلو مترا مربعا للاستكشاف والتنقيب، كما أنهم سيعوضون المحمية بأراض أخرى مساوية من ناحية المساحة والأهمية البيئية للأراضي المقتطعة، بحيث يتم تعديل المحمية، تعديل حدود المحمية على الإحداثيات الجديدة، بالإضافة إنه نزيد أو نبحث عن منطقة بديلة بذات تنوع حيوي مشابه لهذه المنطقة وبشكل متصل، بحيث إنه الزائر أو الحدود المحمية الجديدة تكون قطعة واحدة متكاملة. يعني راح يأثر على الزونيشن اللي إحنا موجودين فيه، ممكن إنه المحمية الضانة تطلع من اليونسكو كمحميات محيط حيوي، ممكن إنه كمان تكون يعني بدل ما نكون على القائمة التمهيدية للتراث العالمي نطلع من التراث العالمي، وموضوع الجرين ليست أو المحميات الخضراء ما راح ندخل فيه. مظاهر وجود خامات النحاس ماثلة للعيان في بعض مناطق المحمية مثل منطقة خربة النحاس، إذ يرى الخبراء أن هذه الرواسب تعود لآلاف السنين عندما كان النحاس يستخرج بطرق بدائية، وهو أمر دفع الحكومة الأردنية لإجراء عمليات مسح عديدة لمعرفة كمية الخامات المحتملة ومدى تركيز نسبها في تربة المحمية. وقد حفرت آبار عميقة تأكد المعنيون أنها ذات مؤشرات إيجابية، لكن الأمر يحتاج أيضا مزيدا من البحث والتقصي. منطقة خربة النحاس المنطقة الشمالية هي أقرب إلى الجرداء، ثبت من الدراسات أنه في الدراسات السابقة فيها 25 مليون طن احتياطي بتركيز 2.3%. الدراسات الجديدة للشركة قالت أنه في ضعف هذا الكمية. إحنا في موقع خربة النحاس، وهي الخربة عمرها 4000 سنة قبل الميلاد، وهي واحدة من اللي أصلا يعني تصنفت محمية الضانة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لوجود هاي الخربة وتاريخها القديم للاستيطان البشري الموجود بهاي الخربة. نزل فينان واحد من المشاريع البيئية في المحمية، يستقطب السياح للمبيت والعيش في تجربة طبيعية فريدة. الشموع هنا بديلة عن الكهرباء، وجميع محتويات النزل من صناعة سكان المنطقة، وهذا ما يعكس نمط الحياة الهادئة بعيدا عن صخب المدينة. الهدف من فنان إنه تعطي زواره خبرات وتجارب فريدة وأصيلة مربوطة بالطبيعة، المغامرة، الفلك، الطعام، الطبيعة اللي احنا فيها. النزل بفيد 80 عائلة من المجتمع المحلي. تدفع المصاعب الاقتصادية الحكومة للبحث عن أي بارقة أمل لاستغلال ثروات الأرض الباطنية، وكانت الوجهة هذه المرة محمية ضانة، حيث التقديرات مشجعة على استخراج النحاس من باطن أرضها رغم التحذيرات من المساس عموما بكل ما هو مصنف محميات طبيعية. نايف مشاقبة، سكانيوس عربية، محمية ضانة.